مبهجة ونجاح لازم نشيد بيه أيضا، مش بس يعني ندعم بقى ولادنا اللي خدوا بطولات وخدوا كاس عالم وخدوا، لا مصر بتعمل حاجة جميلة جدا، البعثة المصرية في المغرب بتعمل حاجة كبيرة جدا وبتحطم رقم قياسي في عدد الميداليات في تاريخ دورة الألعاب الأفريقية. يعني ما شاء الله السنة دي حاجات كبيرة جدا بتحصل في الرياضة المصرية، كاس العالم أشادنا بيه ولازم نشيد بيه، وأيضا في كرة الطائرة تحت 18 سنة في تونس أخذنا المركز الرابع بعد ما اتغلبنا من الأرجنتين، وطبعا النجاحات اللي قدمها قبل كده منتخب الشباب بالحصول على المركز الثالث. أدي الميداليات، تخيلوا 270 ميدالية ما شاء الله، 270 ميدالية، 101 ذهب، أرقام ما حصلتش قبل كده في الرياضة المصرية بس، و97 فضة و72 برونز. تمام، يعني الرقم القياسي المسجل باسم نيجيريا تم كسره من قبل طبعا بعثة منتخبنا الوطني.